وفين وصل حبيبته بشيبوسه هو ما تشفيفه وامي تدخل بيه دور علي حط قناه اخرى على دخلتك القنوات الكل تولد بوس نحط فيلم وثائقي على الطبيعه على دخلت امي شجره تولد بوس في نخله مش لازم منها التلفزه عود سكرها نسكر التلفزه على دخلتك الكوموند تولد بوس في بارابول من احط الاخبار ولا حاجه اخرى تفرجوا فيها ها الاخبار امي ها إلى الخبر العاجل. حيث تم مساء أمس في حدود 9 اختطاف ابنة الوزير من قبل مجهول الهوية. ولا تزال قوة الأمن تقوم بواجباتها في تحديد هوية الخاطفين. ولحسن الحظ تمت كاميرات المراقبة برصد عملية الاختطاف وتحديد السيارة. وهي سيارة سوداء تحمل الرقم 164 تونس 6780. الرجاء من يتعرف على السيارة يخرج هو من ويروح للمخر قلت قوم اه امي شبيك قوم هز قدر المرأة فيسا انا مرأة منيرة صاحبتي زلت باب زادومة شنو هذاك السيترونات لا مش سيترونات مشيش تشربوا برودوي نظفوا بيه الغاز والفريجيدير هاني حطيته لك في الصالة تو باش نبقى مش الغاد يومي تو بالمترو وتمرميت حتى من دارها نسيتها باب دارهم ازرق تو كي توصل تتفكروا بيه يوم اعطيني 5000 خرج مع الاولاد من بعد وقتاش لي وانت مشي تشوف خدمه يا اخي نهار كامل وانت يوم اعطيني ما عنديش فلوس برا تصرف اوه في امي كي يمشي برا تو كي تفستوشك فما فلوس مش فلوس يا دوكم فلوس للمراه اخي ديما الفلوس فستوشك فلوس للمراه نسوي لحم الكل يخبيو كان عندك انت هاي بنك سنترال امي انت جاه ربي يقول لي وقتاش لي بالضبط تشوف خدمه انت يصبري امي اصبري تو ربي يسهل عندي قداش صبر عليك تو ثلاث مرات تقول لي دبرت خدمه وما تمشيش تخدم ايه اصبر يومي صبر بيه في بالك كي تصبري 4 مرات شنو تولي شنو تولي صبر ربيع امشي امي عرفت تعطيني 5000 درهم ايه بيع عيش امي على كيس عايش ودي لف على روحك منين بيع عايش طب بيع يا امي لا لا مر عايش 5000 عايش امي عايش ودي ما تخافش يا امي ما تخافش اه يومي تويني دارها المرأة توا عجبك هكا ضايع في وسط حومه ما نعرفهاش قلت لك باب دارها ازرق زيد لوجه يعني من بكري اللوج ما فماش دار باب لونها ازرق تسكن في سيدي بوزعيد هذه ايه يبقى غادي باش تكلم مراتها وتخرج لك امي على دقيقه تو نكلمك علق علق مش هذي كرة بحكيو عليها في الاخبار والله هي فك عليك احمد برا كمل امشي فك عليك لا لازم نشوف لازم فك عليك احمد كمل امشي والله ما نشوف مش مانيش منهم انت بنت الوزير ليه متخافش باش نخرجك شو باش نحيك الحبال لازم ندورك تسمح لي نمسك من بدنك ما تخافش ما تخليش مخك يمشي لبعيد ما عادش زايد راه يا اخي وقته توا اه نحل في الحبال سيبهم متخافش مانيش قاعد نغزر مانيش قاعد نغزر مانيش قاعد نغزر مش تاع شي هذا راه شلون تحل يا اخي سيبهم سيبهم تحل لا سيبهم هيا لازم نضرب قبل لا يجيو ما عندك شي انت مولا بيس ليش حبيبي خاطفين بلاد الناس ولاد الحرام قربوني العصا هذي نكسرها على خليقتك تحكي بالرسمي اه شنو تقولك شكون هذا كيفاش دخل لهنا ما نعرفش دخل لقى لهنا وانا مش خدك تعسى اه يا معلم يعطيني كسر في سيخي دخلت هون عبش احسب روحي مريت شي عبش الهز دبش ولا خش تفرش وشتي يا بنتي هاو عيني مغمضة مش تغلى في شي هاني خارج هاو عيني مغمضة شبه ما زوم الساد فيسح فيسح جيب الجيلي ويجي شحت وقت جيلي تي بارد البرة كان استبرت أمي بتكب لي ساعتي فيسح البرد مش عارف وين البرزر هم تخب بيدي اندراوي اسمع
اسمعني هز الفرد وثر بيا. ليه نخاف؟ انت وقت تخوف باش يقتلوني يا بنت. لا والله زيدي خذي راحتك باهي تمري هكا تو. والله نخاف ما عرفتش كيفاش نستعملو. تي ينزلي على الوحده تو تلقاها غادي مش عارف اسمها ينزلي على الوحده تو تخرج كرتوش. ايفي يا سامحني والله مش بالعاني. بدي هبطي الفرد هبطي الفرد لا تعاود تجيبها في قفي. ما تقبليش لي انا قمري الشيله هذي اي حاجه تحرك في الشيله هذي اضربيها تو. فيه بركه فهمتك. خلنا بعد منها تعاود تجيبها فيا البيمه هذي. يا ربي راني خايفه كيفاش نستعملو انا هذا تو. يا اخي بيما انت يا سامحني والله ما ريتكش كي تعديت. انت ما قمرتيش اللبسه نتاعي. شنو نعرف عليك انا؟ وي 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 حوله نتاع وجهي انت شاد فردك هيك تخلي في روحك مزيانه تقول سنوب دوغ. اوه ضربني في السخي وضربيه وضربيه راني في الموت راني. انت قلت لك وضربيه. انت وين